كثير من أهل العلم يعني الشريعة للآجري، أصول السنة للبربهاري، السنة لفلان، السنة كثير كتبوا يعني في أصول الدين والاعتقاد. أحمد لما جاء وكتب بعد المحنة وبعد الدنيا دي كلها أصول السنة للإمام أحمد، أول أصل دائما إذا كتبوا العلماء وش يكتبون؟ القرآن ولا لا؟ يبدأون بماذا؟ بالقرآن كلام الله، والثاني سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين يذكرون الصحابة. تعرف عمك أحمد وش سوى يا شيخ؟ الله يرحمه يا شيخ، ها؟ أسأل الله أن يرزقنا وإياكم رؤيته في يوم القيامة، ها؟ تحت، ها؟ تحت وين؟ تحت لواء نبينا عليه الصلاة والسلام، نشوف الأنبياء ونشوف النبي ونشوف أحمد بن حنبل يا شيخ. أول أصل وأول كلمة وضعها في كتابه قال أصول السنة عندنا. هل اللي قبله يبدأون بالقرآن يثنون بالسنة ويثلثون؟ إلا هو قال أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب لا إله لله دره يا شيخ. بدأ بمن؟ بدأ بالصحابة. والله كل من جاء بعد أحمد قالوا لله دره، لأن ليه؟ مثل ما قلنا القرآن يحتمل وجوها، كلهم معتمدين على القرآن يا عبد الله، لكن اللي فصل في القرآن من؟ الصحابة. وأبد لا تخاف من هالكلمة هذه أبد، العلماء تقبلوا قولهم أن السنة تقضي على القرآن، أن السنة تفسر القرآن، ها؟ تخصص عموم القرآن ولا لا؟ ها؟ نعم، وتقيد مطلق القرآن السنة، فالسنة قاضية على القرآن. الصحابة، كلمة الصحابة والصحبة والجماعة قاضية على القرآن وعلى السنة.